البعض يقول أن هذا العدد الذي خرج في التظاهرة لم يخرج ربما منذ الثورة التونسية، هل تؤكد ذلك؟ مساء النور، تحية ليك وتحية لكل المشاهدات والمشاهدين في ليبيا الحبيبة وفي كل أينما يصل صورة وصوت التناصح. أعتقد أنه مسألة الإشارة للعدد مهمة جدا، والعدد كان عدد معتبر ومهم جدا، ولكن تقديري أنه أهم من المسيرة التي وقعت في 27 فيفري، أهم منها هو ما بعد المسيرة. هل ترى هل ستكون هذه المسيرة يعني نقطة لحل جملة من الإشكاليات، ونحن نعرف أنه تونس تعيش جملة من الإشكاليات، أم أنها ستكون فقط هي يعني قطرة أخرى في كأس نأمل أن لا يفيض بتونس وتونس. صحيح أنه الاستعراض كان ناجح، الرسائل كانت واضحة كما سمعنا قبل قليل، والخطاب كان أيضا واثق وواضح، لكن ماذا يغني هذا التونسيين؟ هل سيحل هذا مشاكل التونسيين بشكل أو بآخر؟ هل سيساهم بأن رئاسة الجمهورية ومؤسسة رئاسة الجمهورية، ولا تحدث عن الرئيس في شخصه لأنه حديثي سيكون عن المؤسسة، هل سيساهم هذا في حل وحلحلة الإشكاليات المتعلقة بمؤسسة رئاسة الجمهورية ويعني الجمود اللي تشهده يعني من 2019؟ هل سيساهم هذا في صياغة قانون انتخابي جديد، في إرساء محكمة دستورية، في توفير الحد الأدنى من الضمانات لخروج تونس من الوضع الاقتصادي الصعب؟ أنا أعتقد أنه الآن الكرة في ملعب النهضة أساسا، ولكن أيضا في ملعب خصومها وأيضا حلفائها، حتى يتم إخراج البلد من الوضع المتردي اللي هو فيه، الوضع الاقتصادي لكن أيضا الوضع السياسي والوضع الاجتماعي. أعتقد أنه ممكن إشارة جلوس رئيس البرلمان التونسي واللي هو في نفس الوقت رئيس حزب حركة النهضة، جلوسه مع خلينا نقول أكبر قوتين في البلد، يعني اتحاد الأعراف يعني واتحاد العام التونسي للشغل، فيه إشارة أنه هناك بداية حل. ما هو رأي بقية الأطراف؟ ما هو رأي حلفاء النهضة؟ ما هو رأي خصوم النهضة؟ أعتقد أنه هذا سيكون جزء من الإجابة عما ستشهده تونس في الفترة القليلة الباقية.